صايد مشرف ومقبول اكبر تعامل اكبر حضور وقبولي اكبر تعامل اكبر حضور وقبولي وحضور ابو زايد مشرف ومقبول اكبر تعامل اكبر حضور وقبولي اكبر تعامل اكبر حضور وقبولي قدام ابو حمدان داعم ومسؤول بشعارنا يزهى على ما نسوي مستمرين معكم مشاهدينا متابعين الاعزاء في هذا الشوط الرابع للحقايق نسير مع البدايه هذا الشوط خاص بالجعدان وجائزة هذا الشوط سيارة عينية نسير مع البداية ونسير مع شاهين سعيد بن ناصر الهاشمي يتقدم مع شاهين بينما ثاني المراكز وصل هنا هداد محمد بن عبد الله الهاشمي على المركز الأول غير وانتزع الصدارة بينما هنا الله الدخول من وضاح وصل وضاح محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي يتقدم على المركز الثاني وثالث المراكز هنا التواجد من هنا أيضا شاهين سعيد بن ناصر الهاشمي يتقدم على المركز الثالث والمركز الرابع وصل بن ضور مرحبا بهذا الشعار الغادم على المركز الرابع هنا تواجد من حزام علي بن سالم بن سعيد الهاشمي على ثالث المراكز المركز الرابع هنا تأخر شاهين وخامس المراكز شعار عامر شعار أيضا على المركز الخامس التواجد هناك أيضا بعيد عنا نعود مع البداية نعود مع المقدمة مع الصدارة الأولى مع البداية مع الرقص الجميل مع الأداء المميز هداد محمد بن عبد الله الهاشمي على مقدمة هذا الشوط هنا على البداية وعلى المقدمة هذا الشوط بمتابعة غانم بن سلطان الهاشمي من يتابع هذا الأداء من يتابع هذا الرقص يريد النقطة الثالثة يريد السيارة الثالثة هناك أيضا بعد ما فاز بملبي وفاز أيضا بالشايبة يريد أن يفوز بهداد على البداية هنا مع الكيلو والمتر الأخير الكيلو الخطير وضاح غادم مع المركز الثاني محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي الله بقيادة ابو احمد ناصر بن بني الهاشمي من يقود وضاح في هذا المسار اللحظات الأخيرة هداد مع البداية هداد مع الرقص هداد مع الانطلاق هداد هو وضاح قادم التسلل شوف التسلل الناعم والملموس على البداية هو وضاح على المركز الأول وضاح على المقدمة على الصدارة هناك أيضا على المركز الأول محمد بن حمد بن سعيد الهاشمي ولكن هنا أيضا هداد ووضاح وهداد يا سلام اللحظات الأخيرة السيارة وين العرض الجميل من الثنائي العرض الثنائي هنا هداد ووضاح وهداد اللحظات الأخيرة لحظات الفوز والناموس محمد بن عبد الله الهاشمي ومحمد بن حمد الهاشمي والسلام الوفناك شوف اللحظات الأخيرة لحظة الفوز والناموس هداد تهانينا والناموس محمد بن عبد الله الهاشمي على الفوز هداد للمرة الثالثة السيارة الثالثة يفوز بها والتهنئة إلى غانب بن سلطان الهاشمي المركز الثاني وصل فيه وضاح محمد بن حمد الهاشمي والمركز الثالث شاهين ثالث المراكز المركز الثالث ثالث المراكز 9
شاهين سعيد بن ناصر الهاشمي، والمركز الرابع شاهين سعيد بن ناصر أيضا الهاشمي، والمركز